منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر وفي ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، أثيرت تساؤلات عن موقف السعودية من ورقة النفط التي تمتلكها كونها أداة فعالة ومهمة، ولماذا لا تريد المملكة العربية السعودية استخدامها لدفع إسرائيل إلى وقف إطلاق النار في القطاع؟ جاء الرد الرسمي على لسان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، والذي أكد أن المملكة العربية السعودية لا تبحث حالياً إمكانية استخدام سلاح النفط للضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع. وقال الفالح لوكالة بلومبرغ الأمريكية رداً على سؤال عما إذا كانت الرياض ستستخدم أدوات اقتصادية بما في ذلك سعر النفط للضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف التصعيد في القطاع، قال: هذا الأمر لا يجري مناقشته اليوم. المملكة العربية السعودية تحاول تحقيق السلام من خلال المناقشات السلمية بحسب ما ورد على صحيفة رأي اليوم. ويرى المحلل السياسي السعودي سعد عبد الله الحامد أن الرياض لديها مبدأ في عدم تسييس سلعة النفط من أجل استخدامها سياسيا للضغط على إسرائيل وأمريكا، لكنه يرى أن ورقة النفط والغاز التي ترفض المملكة تدخلها في السياسة قد تكون مطروحة في حال استمر التعنت الإسرائيلي بوقف الحرب على القطاع، فيما تسعى السعودية والدول العربية إلى حل هذا الصراع بالطرق السلمية بحسب ما ورد على موقع سبوتنيك العربية. المحاولات الدبلوماسية والطرق السلمية التي تتبعها المملكة لوقف الحرب على القطاع قد تكون الأفضل في هذا التوقيت، لأن ورقة النفط قد تؤثر ليس فقط على إسرائيل وحلفائها بل على الاقتصاد العالمي ككل. وكان البنك الدولي قد أشار سابقاً نقلاً عن موقع أرقام إلى أن الصدمة التي سيتعرض لها الاقتصاد العالمي لن تقتصر فقط على تكاليف الطاقة، لكنها ستؤدي أيضاً إلى معاناة مئات الملايين من الجوع نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية.